بون السلام عليكم أونكور أون فوا مساء الخير أجو الفلاحون تو المونت دونك جو ريبون على بوميير كاستيون سور لو فولي جورديكو كونستيشونيل يعني السؤال الأول حول يعني رأي برنامج الياس رحماني وجبهة القوى الحية حول قضية الدستور وقوننة الدستور يعني وشي هو الدستور وشي هو التعريف نتاعه إحنا في المفهوم نتاعنا الدستور ماشي 200 مادة اللي لازم أخصائي باه يدرسها يفهمها إكسيترا إحنا في المفهوم نتاعنا الدستور نتاعنا راح يكون ملخص. ما هو الدستور؟ الدستور هو المبادئ العامة اللي توحد الشعب الجزائري باش يكون أمة جزائرية. أمة جزائرية بكل المواصفات نتاعها. ماناش محتاجين نكونوا امه اسلاميه امه عربيه امه وكذا الدستور هذا ما لازمش يحكي لنا كيفاش الواحد يقدم الملف باهي واللي برلماني باهي واللي مير هو مبادئ عامه شامله وحداويه توحد سي دي برينسيپ يونيفرسال يونيفيكاتور دو لا ناسيون لازم الشعب يفهم بلي حنا مازلنا ماناش امه حنا مازال ماناش دوله ما عندناش دستور من 62 وهما يتمسخروا بينه يعني لنا في مواد قانونية شوية من مصر 90% من فرنسا 5% من الهند ويحطوا ويديرونا من صلاحية دولة لا خلصنا مع الأمر هذا الدستور نتاعنا احنا ما يفوتش 20 مادة علاش 20 مادة لأنه كل جزائري لازم يكون متمكن من المواد الدستورية توتال جريان دواتاتر كومبيتون accompagner et avoir la connaissance necessaire de la constitution algérienne constitution هي في الاصل الكلمه مكونات تكوينية يعني ماذا يكون الشعب الجزائري انا ما عنديش تكوين مع جزائري واحد اخر كي تقول لي الماده الفلانيه تقول بلي لازمك في عمرك 40 سنه ومرتك جزائريه ومع على باليش واش خدمت باش دير برلماني هذا ماشي دستور هذه قوانين تنظيمية لكن الدستور سي لا التكوين لأن الكلمات بالعربية العربية على كل حال لغة تخلفت عن العصر الحالي لغة قديمة حتى المصطلحات نتاعها ما زالت قديمة باسكو لا حاجة كل ما يسمى دستور أو كونستيتيسيون ما كانش اكزيستي كي كانت العربية في الأوج نتاعها دونك هذا يعتبر داخل عليها شيء جديد حطوا لها كلمات غير مفهومة دستور دستارة نو كونستيتيسيون سما تكوينية في العامة تكوينية يعني ما هي المبادئ التي تكون الشعب حنا في البرنامج تاعنا 20 مادة ما تفوتش 20 مادة سهلة الفهم دقيقة المعالم يعني تري سامبل ا كومبروندر مي تري بريسيز دون لو سونس هكذا يورا با ديكسترابولاسيون او دانتربريتاسيون دي ايروني ما تكون فيها لا اجتهاد لا فقه لا فتاوي قانون واضح للجميع الى ابسط الجزائريين يتكون من ماذا الدستور الحقيقي يتكون وش اللي يخليني انا من قسنطينه مع الوهراني وطمن راستي والتزيري واللي في تيزي وزو واللي في عين قزام ما هو اللي وحدنا هي مبادئ دستوريه تقول حنا جزائريين امه جزائريه عندي حقوق كمواطن جزائري وعندي واجبات كمواطن جزائري ومن هنا يستنبط كل القوانين من هذه تخرج كل القوانين حتى من القضاء لازم يكون موافق لل20 ماده الدستوريه هذه نقدروا نمدوا مثال بسيط لان الوقت لا يتاح ان نناقشوا لانه لو نناقشوا الدستور دستره حقيقيا او لا حقيقه لازمنا نهار نقاش نمدوا مثلا نقطه بسيطه الدستور نتاعنا فيه سكون ابل لا de l'algérien sur le plan physique moral et sur le plan des biens. معناتها؟ قدست جسد الجزائري في جسده في لو مورال تاعو، يعني التعدي في الشخصيه نتاعو، التعدي في الذات نتاعو والتعدي في الاملاك هذه تقدس قانونيا، معناتها ما كانش غدوه سلطه او قياده او قانون يقدر يمس بالجزائري في الجسد نتاعو، في الممتلكات نتاعو، أو حتى في البسيكولوجيا نتاعو. نهضروها بالجزائرية. مثلاً قوات الشرطة. كاين إنسان يشكل خطر برا في الطريق، ما سكران، والله هز السلاح، والله سلاح أبيض، والله. صح. أن نوتراليز برا فورس، مي فوا هذا نوتراليزي، اون فوا تمكنت منه قوات الأمن، يحترم القانون، ما يضربوه، ما يعذبوه. ما يطورتوريوه والقانون ياخذ من صرح. يعني استعمال القوه الا في حاله اخلال بالامن برك هذا هو الدستور الحقيقي لازم الجزائري يمشي ما يخافش على جسده ما يخافش انه واحد يسبه وما يخافش على الممتلكات نتاعو هذه ماده جد هامه في الدستور لا ساكراليتي دو قداسه الجزائري دونك الدستور حنا بالنسبه لنا الدستور هذا نتاعهم يقدروا يبلوه ويشربوا ماء ما نسحقوهش كاع لانه خرطي في خرطي في خرطي وكذلك لازم تكون هناك في الجم ماشي الجمهوريه في الامه الجزائريه ما لازم نخلقوا امه جزائريه باش نكونوا ايدونتيفي كامه ديجا هكذا نقدروا ننطلقوا بين ايدونتيفيكاسيون لانه كل ما يكونش دستور يعطينا اون ايدونتيتي كيما واحد ما عندوش هويه ما يقدر يدير والو في العالم ما يقدر يكون والو دونك الدستور هو هوية هذا الشعب الأمازيغي في مجمله ومعظمه المسلم في مجمله ومعظمه مع احترام أن كل جزائري عنده حرية المعتقد لا ليبرتي دو كونسيونس اي دو بونسي مسيو فريد يسعد لكان جاوبت على السؤال تاعك لكان كاين هناك اختلال قولي نقدر نوضح